نادي المنصوره مع بدايه الشوط الثاني وعلى بركه الله نبدا احداث الشوط الثاني. تغييرين مره واحده بيدفع بيهم ياسر الكناني، محمد فضل واحمد انور على حساب اللاعب ايهاب البنا واللاعب بين نادي الترسانه لو قدر يفوز على نادي اسوان في المباراه القادمه للتساوي في ارض. مصطفى ابراهيم باك يمين، محمد ابراهيم باك شمال، تشابه اسماء مش اخوات. ثلاثي وسط الملعب محمد خلف طبعا 1975 36 سنه، هذا الحارس الموزمبيقي يلعبها اماميه تعدي نص الملعب. يلمس ويليام محمد فضلي، حاول محمد الرئيس العام مباراه كبيره حتى الان ترجع عند سام عليه المدرب طبعا الرائع جدا والمتميز اللي قدر ان هو ايضا يحقق ثالث الدوري ونهائي كاس مصر امام النادي الاهلي لما طبعا كانوا متقدمين عن النادي الاهلي بهدف لنجمهم طبعا عز الرجال، وقدر ايضا يصل قبل نهائي كاس وتلمس ايده ده التوقيت، هي دي المسانده، هو طبعا ده دوره طبعا الجمهور طبعا الواعي. فاول على ويليام كلاسيه للترسانه، محمد خلف يلعبها في الجانب اليمين، محمد خلف يلعب عند ويليام يرجع عند ومحمد كمال، ده جيل ما يتنسيش في هذا اللقاء. فين طبعا اللي فين الحب وفين الانتماء؟ كان لازم يبقوا متواجدين، ده نجم كبير والمنصوره ادالك النجوميه، كان لازم يبقى ليك دور تبقى منصوره. جاز الفاني لنادي الترسانه منطقه ال 18، يبقى طبعا ده انتشار رائع. يلعب ويستلم مره ثاني، برافو محمد خلف، يقف على كورته، عمل الدوران، يلعب عند سامح يسدد لكن بدون اتقان سامح او بالانتخاب. لكن من الرموز طبعا المميزه والشخصيات طبعا المرموقه في مدينه المنصوره الاستاذ الدكتور احمد بيومي شهاب الدين كان رئيس النادي، وايضا رحمه الله عليه الدكتور محمد مهدي يوسف، وايضا الدكتور ابراهيم المهدي، وكانوا موجودين مع مجلس اداره نادي المنصوره. نتمنى للمنصوره ترجع زي زمان، ونتمنى للترسانه الشواكيش يرجعوا لدور الاضواء والشهره، لكن معادله صعبه، عاوزين فريق واحد عموما تمشي الكوره. عند ايفاني يوزع عند ويليام الاستلام، يلعب في الجانب الايسر عند واحد ضد واحد محمد جمال، يا ولد محمد عبد الحكم، اول مره نشوف احمد عبد الحكم يتقدم، لكن الواجب الدفاعي من المهاجم. لسه الكوره والخطوره، خطوره والله من نادي المنصوره من الجانب الايمن. السابق في الجيل الثمانينات طبعا والتسعينات، والمدرب العام اللي موجود معنا مع ياسر الكناني طارد طبعا للاعتراف. علي عيد طبعا، علي عيد عامل زي طبعا محطه كده امام الاثنين السردباكين، واقف طبعا مفيش طبعا نواحي هجوميه خالص. احمد عبد الحكم في محاوله، ويليام اللي عامل دور كبير جدا، اللمسه الاخيره غير سامح في منتهى الخطوره سامح، لكن الكره تبعت خلاص والهجمه يعني بتفقد الخطوره. محمد ابراهيم يوزع، يا ولد يا لعيب، راسيه هي الثاني، الله على الشواكيش، الله على ويليام، جيبور هدف الثاني، والترسانه يعزف اجمل الاغاني، الله 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 على الكوره، يا سلام على محمد ابراهيم، ده ايه الاوفر ده يا ابني، ده عمل كروس اوفر بنسم يلعبها في اتجاه اللاعب ويليام، وويليام يعلى فوق الكل ويلعبها راسيه جميله جدا تعلن عن هدف ثاني. هدف تاني جميل، هدف ملعوب مفيش كلام، قلنا الهدف التاني هيقدر طبعا هيبقى بمثابة طبعا الضربة القاضية الفنية في هذا اللقاء. ادي محمد ابراهيم نجم هذا اللقاء يا جماعة، هو النجم الأول، وادي طبعا الايه ده؟ ايه الارتقاء؟ الراجل عمل كل حاجة في طبعا نموذج في ألعاب الهواء، نموذج في ضربات الرأس طبعا، هنا الراجل طلع وفتح عينه ويلعبها على يمين صعبة جدا. هدف جميل، ملوش مثال، هدف من سعداني، وادي الجمهور طبعا العاشق للشواكيش، الشواكيش نادي المنصوره، وقدر بكل طبعا المباراه الاول مفيش كلام، يا ولد يا لعيب ايه يا ابني، ده الراجل ده بالسنتيمتر بيلعب وايفاني، هدف كان جميل جدا. الهدف الثاني ويليام جيبور، بيخرج اللاعب الليبيري وبيدفع بهيثم مصطفى شاكر عبد الفتاح في التغيير طبعا الثالث والاخير لنادي ترسانه. ادي الكوره، يا سلام يا ولد، يا سلام على هدف عالمي يا جماعه، هدف جميل مفيش كلام.